الراجل دوت وحش والراجل دوت فيه والراجل ده ايه ابوه على اللي جابوه لازم تمشوه. يا السلام عليكم ورحمة الله، معكم زيكا. وموسم الإقالات والاستقالات والإقالات اللي هي في سوبر الاستقالات ابتدى. هتقول لي ازاي يعني الجملة الأخيرة دي؟ أقول لك اه، يعني أنت مثلا عندك الإقالات، عندك واحد زي مورينيو أقلوه. بالنسبة للاستقالات عندك واحد زي كلوب استقال خلاص، قال لك بص أنا خلاص طاقتي نفذت ومش قادر أكمل معاكم أكتر من كده يعني، فأنا سلام عليكم. عندك بقى الإقالات اللي عاملة نفسها استقالات، يعني تمشي يا ابن الحلال واعمل اللي أنت ماشي عشان إحنا ما نمشكش أنت بإقالة، يعني فاهم، خلي شكلك حلو. اللي هو مين بقى؟ تشافي. احنا دلوقتي قصة النهارده مع تشافي. فهنا هل تشافي اتظلم مع برشلونة السنة دي؟ وهل هو كان وحش قوي للدرجة دي للدرجة اللي يخلوه يمشي؟ هنا يا جماعة أنا عايزكم بس تفتكروا إن تشافي السنة اللي فاتت، بس يعني السنة اللي فاتت اللي هي إيه، من كام شهر، راجل كسب دوري وكسب كاس، يعني الراجل عمل أوريدي إنجاز كبير وواخد الفرقة من الضياع حرفيًا فجأة من أول موسم على طول. ده الراجل بص قال لك إيه، بسم الله الرحمن الرحيم، أنا كسبت دوري وكسبت كاس. تمام. المفروض بقى ان الراجل داخل الموسم الثاني طبيعي، وانا داخل السنه دي بلعب بقى على اللي عندي وهزود عليهم ايه، ان انا همشي شويه في الابطال تمام زي الفل. فالراجل عمل لك ايه؟ قال لك انا هعلم الجوده بتاعتي. وبالفعل الراجل جاب لك كام لعيبه كده جامدين فشخ. انت عندك كانسيلو وعندك جواو فيليكس وعندك نيجو مارتينيز، عندك فيكتور وعندك روميو، وكم جاب لك كام لعيب كده ايه زي الفل. الناس كلها قالت لك اوبا الراجل دوت هيعمل عظمه السنه دي، الراجل دوت ملك كل المراكز اللي كانت عنده. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم، ابتدينا الموسم فجأة الأداء بقى زي الزفت. أول الموسم ما كانش زي الزفت، ولكن بعد كده بقى زي الزفت، زي الزفت قوي، لأن الراجل برضه ما عملش كوارث. الفرق ما بينه وما بين ريال مدريد 11 نقطة، يعني مش اللي هو الفرق الشاسع، وأنت لسه برضه عندك تقريبا بتاع 15 ماتش في الدوري، فممكن تجيب جدا الريال عادي، يعني بتحصل الريال لو خسر مثلا ماتش في التاني في التالت وهو لسه لاعب برشلونة، ولسه الريال هيلاعب جيرونا وهيبقى مشغول برضه بالتشامبيونز ليج، فوالله وارد جدا إن برشلونة تلاحق ريال مدريد. ولكن بقى الناس قالت لك لا الراجل دوت وحش والراجل دوت فيه والراجل ده ايه ابوه على اللي جابوه لازم تمشوه. طيب هل الكلام دوت صح؟ والله مش صح، يعني دوت راي شخص متواضع. ليه؟ لان الراجل ده اوريدي عنده الجوده، واوريدي هو ثبت ان هو عنده الجوده، ان هو ايه بيكسب بطولات. طب امال ايه اللي حصل معاه؟ والله انت اصلا ما ينفعش نحكم عليه دلوقتي، يعني اللي حصل ان هو خسر كام ماتش في الاخر مع حبه تعادل، برضه طلع من كام كاس، فيعني طبيعي طبيعي ان انت ممكن تخرج ريال مدريد ذات نفسها تلعب بموسم صفري، ريال مدريد ممكن تطلع بكاس واحد بس في السيزون برضه عادي، ولكن مش العادي ان انت بعد ما تخسر كام ماتش تمشي الراجل، مش لوجيك خالص. وانت لو جيت تشوف الخسارات اللي هو خسرها مع برشلونه، انت هتلاقي ان الدفاع عنده كان بيعمل كوارث، اضافه للكوارث اللي كان بيعملها الدفاع، فانت عندك كميه لعيبه حصل لها هبوط في المستوى غير مبرر، يعني انت عندك لاعب زي ليفاندوفسكي، الراجل دوت جزار قدام الجون. الراجل بعد كده وصل لمرحله ان هو بيبص الكوره بتطلع منه في الاول، ما بقاش يعرف يبص. ايه اللي حصل لك يا ابني؟ يا ابني ايه اللي جرالك؟ فهمنا، ما احنا مش عارفين. بالنسبه مثلا لفاندوفسكي، تاني حاجه غير لفاندوفسكي انت عندك واحد زي كانسيلو، الراجل دوت كان ايه نار على زيت حار، ما كانش بيحل دفاع هجوم، الراجل طياره سريع في كل حاجه حلوه في الباك، فجاه مستواه بقى زي الخرا. انت مستواك نزل ليه؟ ما تفهمش، هما الاثنين تقريبا اتصاحبوا على بعض لفاندوفسكي وكانسيلو، وبص بقى كل حاجه عندهم باظت. تاني حاجه بقى الجوده اللي قلت عنده بسبب ايه؟ ان في لعيبه مشيت ولعيبه اتصابت. انت عندك مثلا عثمان ديمبلي مشي، فالراجل دوت مهما كان اداؤه انت شايفه مش قوي، ولكن الراجل بيعمل اداء كبير وليه بصمه، بيتصاب يا عم ممكن ربع الموسم، بس ثلاث ارباع الموسم هو موجود والراجل ساحر في الملعب. فعندك واحد زي دوت مشي فاكيد هيأثر على الفريق. برده ما عندكش جناح شمال، وانت ما جبتش اجنحه شمال عندك، ف انت بتلعب بواحد اسمه فران توريس في الجناح الشمال. بقى عندك كميه اصابات ضربت في الفريق بشكل غير طبيعي، انت عندك بيدري وجافي وبالدي وشتيجن، الناس دي كلها اتصابت. طب اللي هو ايه؟ بص بقى اللعيبه مستواها وقع، واللعيبه اللي مشت عندي، واللعيبه اللي اتصابت، وفجاه عشان بس انا الفرق ما بيني وما بين ريال مدريد 11 نقطه فانت مشيتني. اللي هو ايه ده؟ ايه قمه التسرع والتخلف اللي موجوده في الاداره دي؟ فطبيعي يقول لك ان انا بتحارب من الاداره ديت، ومهما عملت الاداره مش بتقدر، وسلام عليكم وانا همشي. فاللي حصل معاه واضح جدا ان هو تسرع وغباء من اداره برشلونه. اعتقد ان هو كان الراجل الامثل للمرحله بتاعت برشلونه اللي هي فيها ديت، وبرشلونه مش هتلاقي حد مناسب ليها في الوقت دوت غيره. برشلونه خسرت الراجل دوت. انا مش بشجع برشلونه، ولكن انا بقول من وجهه نظري الكرويه المتواضعه. السؤال هنا، هل برشلونه هتقدر تجيب مدرب قوي ينتشلها من اللي هي فيه دوت؟ والله
انا مش عارف، وما اعتقدش ان هي هتجيب مدرب كبير، لان برشلونه دايما معودانا ان هي مش بتجيب لعيبه او مدربين كبار، يعني هي بتجيب اكتشافات، وبعد ما تجيب الاكتشافات بقى ايه هي ورزقها، والله المدرب ده يطلع كويس ماشي، يطلع وحش هنغير ونجيب غيره. ان هي تجيب مدرب كبير استبعدها، هتجيب لنا مدرب كده احنا ما نعرفوش من منتصف الدوري الاسباني وتلعب بيه وهتتوكس بيه وهتقول ايه فين ايام تشافي. اخر وليس خير، انا معكم زيكا. لو انت مش عندي على اليوتيوب تعال اعمل لي سبسكرايب، ولو انت مش عندي بقى على الفيسبوك يعني تعال لازم تيجي دلوقتي، هتلاقي حاجات حلوه كتير، هتلاقي بوستات، هتلاقي اخبار، هتلاقي كل حاجه تخص الكوره. ف تعالى تعالى و سلام.